وي مرحبا بك سي اسطون سي اسبانيت في نهار انت اللي حكينا على لونسمون دي ماتش اليوم رينيك او بو دو 60 مينوت دو جو ديجا فاتيغي وتشد في الكويس ولي مولي تعبت برشا اليوم لكن نقول معناتها عرفت كيفاش نكمل المقابله غادي ربي كان معاه كيما شفت ما كانتش مقابله سهله لكن عرفنا كيفاش نخرج اليوم بلي 3 بوان ان شاء الله معناتها لي 3 بوان مش يخليونا نخدمو مرتاحين ان شاء الله المقابلة الجاية نعرفوا البداية زادا من بون ايكيب ولازم عندي اقرا لها البحثات خدمة كبيرة تستنى فينا لازم نزيدو نحضرو مليح ونحسنو النقائص نتاعنا وعندنا وقت معناها ان شاء الله باش نحضرو ان شاء الله مقابلة وليد الاساسيون مع خليل سليمان في اللاكس كيفاش اللي تعمل؟ والله الحمد لله فما انتون كيما شفتوا معناها خليل جوار معناها دوي وبوليفالون معناها حتى في اللاكس شفتوه قدم مقابلة كبيرة نشكروا معنا على الرندمون اللي عامله اليوم وكما قلت لك معناتها الاولاد الكل يهبطوا يعملوا اللي عليهم وما فماش جول تولي في الاسبيرونس اللي يلعب معناها كلنا فرد نيفو اوكي.